عجلات تدور بدوران عقارب الساعة، وأساطيل من المعدات التي تطوي الأرض وتمهد الطرقات وترفع الجسور والمباني، كانت في الماضي حلماً في مكنونات أفراد خططوا لرحلة نجاحهم الطويلة. فرحلة الألف ميل بدأت بخطوة. من مدينة الرياض كانت انطلاقة هذه الخطوة. ففي عام 1980 ميلادية تأسست شركة عبد العالي العجمي، حيث عرفت على أنها شركة متخصصة في مجال إنشاء الطرق والجسور والبنية التحتية وتجهيز مواقع العمل وتطوير المخططات العقارية وخدمات النقل البري. ومع تطورها أنشأت فرعاً آخر للشركة في منطقة الأحساء والدمام ليخدم المنطقة الشرقية، إضافة إلى فرعي ينبع وجازان. لقد حظيت شركة عبد العالي العجمي بموقع مرموق وقوي في السوق السعودية، وذلك بجهود فريق عملها المحترف والمتخصص في مجال صناعة المقاولات في مختلف التخصصات الإدارية والهندسية والتنفيذية، وامتلاكها لأحدث وسائل التكنولوجيا والهندسة العالمية، وتنوع خدمات أساطيلها من المعدات والتجهيزات التي كسبت بها ثقة عملائها وعززت ثقافة الجودة لديهم. كل هذا التميز دفع الشركة لتنفيذ العديد من المشاريع العملاقة في مختلف مناطق المملكة العربية السعودية، فكانت بذلك جزءاً ممن ساهموا في دفع التنمية الاقتصادية في المملكة، فكان لها النصيب الأكبر من مشاريع وزارة النقل وشركة أرامكو السعودية ووزارة الإسكان والمديرية العامة لحرس الحدود وهيئة المدن الصناعية والهيئة الملكية للجبيل وينبع ووزارة المياه والكهرباء والعديد من الجهات في القطاع الخاص، لتبلغ قيمة أعمال الشركة حتى الآن 6 مليارات ريال سعودية. ونتيجة لهذا التطور في الأعمال، فقد حرصت الشركة على التنوع في نشاطاتها التي بدأتها بإنشاء وصيانة الطرق، وهو النشاط الرئيسي للشركة والمصنفة من قبل وزارة الأشغال العامة والإسكان ووكالة تصنيف المقاولين بالدرجة الأولى في مجال صيانة الطرق. وامتلاكها لسلسلة من الكسارات المتخصصة بإنتاج البحص بجميع المقاسات، وسلسلة من الخلاطات المتخصصة بإنتاج الإسفلت بجميع الأصناف، حاملها أسطول مجهز لأعمال النقل البري. ومن ضمن نشاط الشركة التجاري في مجال المقاولات إنشاء المباني وصيانتها وأعمال الكهرباء والمياه والصرف الصحي. كل هذه الخبرات والإنجازات زادت من قدرة فريق العمل بالشركة على تحدي الظروف الصعبة ووضع الحلول المنطقية بالأوقات الحرجة أثناء تنفيذ المشاريع والموضوعية في التخطيط السليم للمستقبل. فرهانهم في التقدم مبني على عدم هدر الوقت والاستفادة من كل دقيقة لصنع الحدث في مسيرتهم العملية.